وبالعودة إلى الأردن وبالحديث مع الأستاذ خالد الخطاط ومدير الدائرة الإعلامية لجريدة الغد الرياضية الأردنية. مرحبا بك أستاذ خالد في نشرة أخبار الرياضية العراقية. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نتشرف بالتواجد مع قناتكم المميزة دائما. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد. بداية حابين نعرف أهم الاستعدادات التي وضعها الاتحاد الأردني لاستضافة هذه البطولة واستقبال الوفود المشاركة في البطولة والغاية منها. طبعا أكيد الاتحاد الأردني لكرة القدم مهتم بتنظيم هذه البطولة الرباعية اللي نستضيف فيها أشقاء أعزاء علينا. نعم. البطولة طبعا هي ضمن أيام الفيفا ديت، راح تبدأ المنافسات بحسب البرنامج يوم الجمعة المقبل. راح تكون مباراة الأردن والمنتخب السوري ومنتخب العراق أمام عمان. طبعا يوم الخميس راح يكون في المؤتمر الصحفي للمنتخبات المشاركة في هذه البطولة، واتحاد كرة القدم يعني أعاد كافة الترتيبات لنجاح هاي البطولة اللي راح تقام على استاد الملك عبد الله الثاني بالقياسم. وطبعا هذا الملعب يعتبر من افضل الملاعب الموجوده في المملكه. فاتحاد كره القدم يواصل الجهود لتنظيم هذه البطوله وضمان نجاحها سواء على الصعيد الاداري او الفني. نعم استاذ خالد، يعني نلاحظ من الفرق المشاركه انه اغلب المنتخبات مستواها متقارب على الخارطه الرياضيه وخارطه كره القدم في المنطقه، ما هي الغايه والجدوى من اقامه هذه البطوله؟ يعني شوفي، هذه البطولة بتيجي في أيام الفيفا ديت، في أيام ابتعدت عن آخر لقاءات لهذه المنتخبات في المشاركات الرسمية. وإحنا بنحكي مثلا على سبيل المثال المنتخب الأردني آخر ظهور رسمي كان له في التصفيات الآسيوية. نعم. فهذه البطولة يعني بتيجي كمحطة استعداد مهمة للمنتخبات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023. يعني هذه بطولة مستويات متقاربة، المنتخبات الأربعة تلعب في نهائيات آسيا، فبالتالي راح يكون فيها فائدة فنية كبيرة، إضافة لأنه أيضا هي للمنتخبات الخليجية، هي محطة استعداد لخليجي 25. فالجوانب الفنية راح تكون عالية في هذه البطولة، وخاصة كمان نحكي كمان المنتخب الأردني هو مستعد لاستضافة المنتخب الإسباني في 17/11 المقبل. يعني هذه المباراة الودية طبعا الكل بعرف انه منتخب اسبانيا طلب مقابلة المنتخب الوطني الاردني، لانه هو بيلعب في مجموعة المونديال في فريق اسيوي اللي هو المنتخب الياباني. فالمنتخب الاسباني فضل انه قبل ما يروح على قطر على المونديال يلعب مع منتخب اسيوي تقريبا يعني مشابه لعبه لاداء المنتخب الياباني، فكان الاختيار على المنتخب الاردني اللي راح يستضيف المنتخب الاسباني في 17/11. نعم. فهذه البطوله بالمجمل هي مهمه فنيا، ايضا مهمه للاجهزه الفنيه للفرق، يعني لانه لسه في فاصل زمني بين البطوله الوديه الرباعيه والمنافسات الرسميه المقبله، فهذه بتعطي الاجهزه الفنيه والمدراء الفنيين فرصه يعني تجربه اكبر عدد من اللاعبين حتى يعني يوقفوا على الهيكل الرئيسي او التشكيله الرئيسيه اللي ممكن يروح فيها مثلا المنتخب العراقي او الاردني او العماني او السوري للنهائيات الاسيويه 2023. فاعتقد انه يعني هي فرصه مهمه لكل المدراء الفنيين، وايضا هي فرصه كمان لتحسين التصنيف الدولي. يعني هي مباراه تقام في الفيفا ديك تقريبا المنتخبات الاربعه، يعني ما في فوارق كبيره في التصنيف، فهي فرصه لتحسين التصنيف اذا ما استطاعت المنتخبات تحقيق الانتصارات. طيب. هي بطوله اعتقد راح تكون مثمره في جميع الجوانب. نعم أستاذ خالد، برأيك كناقد رياضي ممكن تحدثنا عن المقارنة بين المنتخبين العراقي والأردني كونهما يخضعان لمدربين عراقيين، الكابتن عدنان حمد مشرفا على المنتخب الأردني والكابتن راضي شنيشيل مشرفا على المنتخب العراقي، من وجهة نظر رياضية؟ يعني شوف، احنا كمنتخب أردني يعني عندنا نوعا ما يعني نوعا ما بنقدر نحكي استقرار فني، يمكن هذا الاستقرار بخدم المنتخب الوطني. يعني
رغم التغييرات الأخيرة اللي صارت على الجهاز الفني خلال التصفيات بإقالة المدير الفني البلجيكي فيتال وإعادة الكابتن عدنان حمد، لكن بشكل عام يعني قليلا ما يلجأ المنتخب الأردني إلى تغيير الأجهزة الفنية. بالمقابل يعني من خلال متابعتي للكرة العراقية أحيانا بيكون في كثير من التغييرات الفنية لظروف معينه، وهذا بيأثر على المنتخب العراقي وعلى المستوى الفني. يعني احنا كمتابعين كنا نستمتع بالمنتخب العراقي لما كان يلعب في التصفيات او النهائيات الاسيويه او حتى في البطولات الخليجيه، كان في استقرار فني، هذا الاستقرار ينعكس ايجابا على الاداء الفني. لكن في السنوات الاخيره اعتقد انه يمكن من الخطأ انه يتم تغيير الأجهزة الفنية بشكل متسارع، وهذا بيأثر على المستوى الفني وايضا بيأثر على معنويات اللاعبين، لانه كل جهاز فني جديد له فكره له طريقه تفكيره، فهذا ممكن يأثر ايضا على الفريق، اضافه لإقحام بعض الجوانب الاخرى في الامور الرياضيه وتحديدا كره القدم في العراق. هذا بيأثر، يعني انا من عشاق الكره العراقيه من سنوات، يعني بنعرف اللاعبين وبنعرف تفاصيل حياتهم ومتابعين وعاشقين للكره العراقيه. طيب فنتمنى انه دائما من الاتحاد العراقي انه يكون في استقرار افضل في الاجهزه الفنيه حتى يعود المنتخب العراقي يعني كمنتخب اسيوي قوي قادر على المنافسه في النهائيات وقادر على التاهل للمونديال. نعم أستاذ خالد، وأنت تتحدث عن المنتخب الوطني الأردني تتحدث عن وجود استقرار فني للمنتخب في ظل تواجد نفس الإدارة الفنية على رأس الهرم، لكن هناك هجمة تعرض لها الكابتن عدنان حمد من الإعلام الأردني، ما سببها برأيك؟ هو شوف، هو ما كان في هجمه، هو في الفتره الماضيه يعني الكابتن عدنان حمد الفتره الاولى اللي استلم فيها المنتخب الوطني كانت من 2009 ل 2013. في هذه الفتره الكابتن عدنان حقق نتائج ايجابيه، وشفنا المنتخب الاردني على سبيل المثال في نهائيات كاس اسيا 2011 اللي صارت في قطر، شفنا اداء المنتخب، فهذا يعني اعطى انطباع ايجابي عن المدرب العراقي الكابتن عدنان حمد، وبالتالي كان في رضا كبير في الشارع الرياضي المحلي. الفترة ما بعد عدنان حمد وصار في شوية تغيير في المدربين وصولا إلى المدرب البلجيكي فيتال، في عهد فيتال تراجعت الكرة الأردنية بشكل كبير، تراجعت وانحدرت في النتائج والمستوى الفني، فصار في قطيعة بين الشارع الرياضي الأردني والمنتخب ومنتخب النشامة. حتى عودة الكابتن عدنان حمد يبدو انه خلال فتره عودته للمنتخب الوطني الاردني نوعا ما يمكن كان غايب عن اجواء الكره الاردنيه في هاي الفتره، فصار في عده تغييرات سواء في استدعاء لاعبين واستثناء لاعبين، فصار في رده فعل سلبيه في الشارع الرياضي. يعني لما تحكي عن لاعب متميز زي محمد ابو زريك المعروف بشراره، لما راح المنتخب الاردني على كاس العرب تم استثناء الكابتن شراره، فصار في سخط في الشارع الرياضي انه هذا نجم اردني متميز، يعني كيف بيتم استبعاده؟ خلال المنافسات كاس العرب تم استدعاء اللاعب نتيجه الضغط اللي صار في الشارع الرياضي. في هذيك الفتره صار في يعني حكي في الاعلام وفي الشارع الرياضي انه يبدو انه الكابتن عدنان حمد ابتعد في الفتره الماضيه عن ظروف التدريب او عن اجواء الكره الاردنيه. إذن هو موضوع مسألة عواطف حركت الشارع الرياضي تجاه المدرب. بالضبط، هو الشارع الرياضي شو اللي بحركه؟ عواطف، يعني نعم حتى عواطف. الشارع الرياضي ما بتطلع على التفاصيل، هو بتطلع نعم. على النتائج، بتطلع نعم. على الأداء، هذا اللي بحكمه. يعني بغض النظر عن هوية المدرب، لما المنتخب يحقق نتائج ويكون أداؤه جيد خلاص بيكون في رضا في الشارع الرياضي حتى لو كان في سلبيات كبيرة. الفترة الأخيرة صار في يعني تآلف اكبر بين الشارع الرياضي والكابتن عدنان حمد، خاصه بعد اعلان التشكيله الاخيره اللي راح تشارك في الدوره الرباعيه. كان في عناصر يعني يمكن لاول مره بيكون شبه اجماع من الاعلام او الفنيين او الشارع الرياضي على انه الكابتن عدنان في تشكيلته الاخيره وفق في اختيار نعم. افضل اللاعبين، فهذه مقدمه لانه يعود المنتخب يعني قادر على المنافسة وتعود الأجواء الودية، وهي موجودة بين الشارع الرياضي والمنتخب والكابتن عدنان حمد، وهو
ليس بغريب عن الكرة الأردنية وحقق إنجازات وهو محبوب أيضا طيب. في الشارع الرياضي، لكن أحيانا عواطف المشجعين هي اللي بتتفاعل على السوشيال ميديا، وإحنا بنعرف أنه السوشيال ميديا صارت منصة للكل، اللي بعرف في الرياضة واللي ما بعرف. نعم أستاذ خالد، يعني ممكن تحدثنا عن الجوائز التي يتحصل عليها الفريق الفائز في بطولة الأردن الرباعية؟ يعني هو بالتفاصيل المالية ما أعلن عنها اتحاد كرة القدم، يعني لغاية هذه اللحظة يعني يمكن في بعض التسريبات، لكن أمور رسمية ما تم الإعلان عنها. الإعلان كله تمحور حول الفائدة الفنية اللي راح تجنيها للمنتخبات من هذه المشاركة، سواء على الصعيد الفني أو على الصعيد الترتيب في التصنيف أو كمرحلة إعداد مهمة تسبق يعني نهاية كأس آسيا. نعم. وأيضا بالنسبة للدول الخليجية مهمة للمشاركة في خليجي 25. طيب في سؤال أخير أستاذ خالد، من تعتقد الأقرب للفوز بهذه البطولة؟ والله أنا يعني ترشيحاتي يعني زي ما تفضلت أنت في بداية الحلقة، المستويات الفنية متقاربة للمنتخبات الأربعة، لكن مع وجود المنتخب النشامى على أرضه وبين جمهوره أعتقد يعني ممكن تكون الأفضلية النسبية لمنتخب النشامى للظفر بهذه البطولة، خاصة أنه زي ما حكيت أنه هاي التشكيلة اللي اختارها الكابتن عدنان حمد بتضم نخبة اللاعبين وأيضا بتضم نخبة المحترفين الأردنيين في الخارج اللي هم واصلين لدرجة مثالية من التحضير والاستعداد، وكمان في اللاعبين المحليين هم الآن داخلين منافسات الدوري وبطولة الكأس، فهم الآن واصلين أعلى درجات الانسجام وأعلى درجات الجاهزية استعدادا لهذه البطولة. عشان هيك ممكن نحكي أنه المنتخب الأردني ممكن يكون يعني مرشح بشكل بفارق نسبي عن المنتخبات. نعم، إذن سيد خالد الخطاط مدير الدائرة الرياضية في جريدة الغد الأردنية كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.